حاجة احنا بنتكلم في موضوع الساعة، لانه انا حقيقي بقيت بشوف حواليا كتير جدا اطفال عندهم مشكلة في تعثر الكلام وفي التخاطب، وما بيبقاش في رياكشن كده. بالمقارنة بالاجيال اللي فاتت يمكن ده بقينا بنشوفه كتير قوي. خلينا قبل ما نخش في الموضوع اكتر ونتكلم فيه، عايز اعرف الفرق بين طيف التوحد وما بين مشاكل او مرض التخاطب، لانه احيانا بيحصل دمج بين المصطلحين. اول حاجه، التوحد بيكون طفل مش بيشتكي من حاجه واحده، بيكون بيشتكي من سمات مختلفه. يعني مثلا بيكون ما بيتواصلش بالكلام، عنده مشكله في ان هو مطنشك، عايش في العالم بتاعه، ما بيلعبش مع اطفال، عنده poor eye contact، ما عندوش تواصل بصري كويس، مش بيعبر عن نفسه خالص، ممكن ما بينفذش اوامر انت بتقوليها له. طفل عنده مشاكل حسيه، طفل بتحسي ان هو غير اجتماعي، عنده مشاكل مختلفه. ما اقدرش اشخص توحد من انه الطفل بس متاخر في الكلام، لا، الطفل لازم اشوفه، بعمل له اختبارات معينه، بعمل اختبارات وكذا حاجه مع الاهل وفورمز الاهل بيملوها، وبكلم معاهم اكتر من مره اشوف الطفل ايه مشكلته بالظبط وايه مشاكل الاهل، وساعتها بشخصه اذا كان توحد او لا. الطفل اللي متاخر عادي في الكلام، انت تقصدي بمشكله في التخاطب كتاخر كلام ولا قصدك كمشاكل تانية؟ هو انا مش عارفه هل التخاطب اصلا فيه درجات وهل فيه مشاكل عده، ولا هو التخاطب بس عباره عن انه الطفل ما بيتكلمش في السن المفروض الطفل يتكلم فيه. لا، التخاطب ده دكتور التخاطب، دكتور امراض التخاطب، لكن هو بيبقى طفل متاخر في الكلام، طفل عنده مشكله في اللغه مثلا، طفل عنده مشكله في بعض الحروف، طفل متاخر في النطق، طفل عنده تلعثم، طفل عنده خنف، طفل عنده مشاكل مثلا في البلع، او حد كبير عنده مشاكل في البلع سواء صغير او كبير. يعني امراض التخاطب بتشمل الصغيرين والكبار، امراض صوت دي تبع المشاكل اللي احنا بنقابلها. اللي احنا دلوقتي ممكن نتكلم مثلا او نقول الفرق بين طفل عنده طيف توحد او طفل تاني عنده تاخر كلام في المدرسه لما بيدخل، يفرقوهم ازاي؟ في طفل ما بيبقاش عنده استجابه خالص، وفي طفل بيبقى بيستجيب بس مش بيرد عليا، بينفذ امر انا بديهوله بس مكسوف يرد، او ما عندوش حصيله لغويه كافيه عشان يرد. ساعتها دوت ببتدي ابعته لدكتور امراض تخاطب، بجيب الاهل بتكلم معاهم كمدرس، شفت المشكله دي؟ الطفل دوت مش لما بقارنه هو مش زي صحابه، مش لازم اشاور واقول بالظبط عنده ايه، مش دور المدرس، هو هيقول هو مختلف عن صحابه في كذا. يعني هنا دور المدرسه مهم جدا في ان هو برضو يوعي الاهل بالمشكله اللي عند الولد، طبعا لان هم كمان بيتعاملوا معاهم بشكل لازم يكون في يعني اكشن ورياكشن. بالظبط كده، فلو لقيت المدرس بينقل لي بعض الكونسيرنز اللي عنده، هو قلقان من حاجه معينه او شايف الطفل دوت مش زي اقرانه، ساعتها الاهل بياخدوا الكونسيرن بتاع المدرس ده وبيروحوا يستشيروا دكتور امراض تخاطب، دكتور طبيب نفسي اطفال، او ايا كان الحاجه اللي هم شايفين ان هم محتاجين يستشيروا دكتور فيها، وساعتها بيعمل اختبارات ونعرف ايه مشكله الطفل. طب سؤال كده يا دكتور رشا، عشان خاطري ايه، خلينا نتكلم بشكل واقعي اكتر، هو فعلا الفيديوهات والالعاب والجيمز اللي الاطفال بنسيبهم بساعات كتيره جدا قدام الموبايل قدام التلفزيون دي، فعلا ممكن تاثر عليهم، ممكن تجيب لهم كارثه؟ دي كارثه، لا مش هتجيب لهم توحد، عشان بس يعني نبقى واقعيين، لا بيجيبش توحد، مش توحد، ولكن طبعا بتعمل بس ممكن تاخر الكلام، طبعا بتعمل تاخر، بتعمل تشتت، بتاثر على التركيز عند الاطفال، بتاثر على التفاعل، بتخلي الاطفال مش اجتماعيين اني مور، بتخلي الطفل بيبقى مبسوط ان هو بيلعب مع حاجه، مش طالبين منه حاجه، مش طالبين اي انتر اكشن، قاعد مكانه ما بيتحركش، مش طالبه منه اي فيزيكال اكتيفيتي، فطبيعي الاطفال تتبسط بحاجه زي كده. لكن الاهل بيأذوا اولادهم جدا لما بيسيبوهم قدام الشاشات، دي بتأثر فرحان. طبعا ويقول لك ده بيلعب كبير قوي، طب تدمير، بيقول لك الطفل ده ذكي جدا، ده بيعمل كل حاجه، ده بيلعب لعب، ده بينزل حاجات انا ما اعرفش اجيبها. ايوه، مش دي الشطاره، هو ده سنجل شانل، ده حاجه انا بتلقى منها ولا ارسل، فازاي الطفل هيتطور؟ الطفل بيتطور باللعب، الطفل بيتطور بالتمرينات، الطفل بيتطور في الحضانه، الطفل بيتطور لما كان زمان بيسيبوا الولاد 5 6 اطفال مع بعض ويلعبوا مع بعض، كنت يعني بتلاقي انه قليل قوي لما يكون حد عنده مشكله. طبعا دلوقتي في اويرنس اكتر، احنا عارفين انه بقى في مشاكل، بقينا خلاص انت لما بتشوفي الطفل مختلف عن الولاد اللي في سنه تبقي عارفه الولاد ده عنده مشكله. يعني انا هقول ان مرض التخاطب والتوحد او مرض التخاطب او تاخر الكلام ده ممكن يكون مرض العصر، عشان خاطر الفيديوز والجيمز والحاجات الالكترونكس الكتير اللي بنسيبهم مع نفسهم كده وبنريح دماغنا وخلاص.
هل في، انا بشوف ان الالعاب كمان يعني احنا واحنا صغيرين كنا بنلعب حتى لوحدنا، يعني حتى لو مفيش حد العب معاه، اكيد حضرتك برضو مريتي بالموضوع طبعًا. ده اكيد لعبتي مع نفسك كتيره جدا ومع عرايسك ومع الحاجات بتاعتك الحقيقه، بس يعني كنا بنلعب اكيد طبعا. وفي اطفال، في سنجل تشيلدرن يعني، في اطفال بيكون طفل وحيد وبيلعب لوحده ما فيهاش مشكله. والبازل مثلا يعني بشوف ان البازل برضو من الحاجات الجميله جدا، اللي هي لعبه وفي نفس الوقت بتنمي الذكاء، بتنمي الادراك، يعني في حاجات العاب لذيذه ممكن نجيبها للاطفال. ممكن يدخلوا محل العاب ويشوفوا اللي مناسب لسن الطفل. طفل عنده 3 سنين، شوف كل صف اللعب اللي عليه 3 سنين واختار اللي طفلك يحبه صح ويتفاعل بيه. ما هو حاجه من ان انا بنمي بيها قدرات الطفل عن طريق اللعب. حتى جلسات التخاطب احنا بنديها عن طريق اللعب، احنا مش بنقعد نعمل حاجه، احنا بنلعب مع الاطفال الصغيرين عشان يبتدي نجذب انتباههم، نبتدي نخليهم يطلعوا كلام، نبتدي نخليهم يستوعبوا اكتر. بس طبعا بيكون في مشاكل تانية، يعني مش شرط ان الطفل اللي متاخر في الكلام يبقى بس هو مشكلته ان هو اهله سايبينه مع السكرينز وكده. ممكن يكون طفل على فكره متساب لكل الشاشات وكل حاجه وبيكون كويس جدا، فدي مش شرط، يعني مش شرط ان هي تاثر عليه، هتاثر عليه في حاجات تانية. اوكي، هتأثر عليه تخليه منعزل شويه، هتأثر عليه ممكن تخليه اجريسيف شويه، هتخليه بيقلد حاجات مش مظبوطه، ممكن يفتح فيديوز مش مناسبه لسنه طبعا. مش هيكون اجتماعي، الاتنشن عنده ممكن يتأثر، اللي هو الانتباه، الحاجات دي كلها ممكن تأثر عليه. لكن ممكن ما تأثرش على اللغه، ولكن في طفل ممكن يكون عنده مشكله ادراكيه، ممكن عنده استعداد طبعا، يكون في نفسيا هو عنده استعداد او مولود كده طبعا. وفي طفل ممكن يكون عنده مشكله ادراكيه، دي اللي مخليه متأخر في الكلام. ممكن يكون طفل اصلا مش سامع وعنده مشكله في الكلام. ايوه، فلازم لما انا بقارن تاني ابني او بنتي باللي في سنه الاقيني هو مش زي اللي في سنه في اي حاجه، لازم الجا للطبيب على طول على طول. يعني لما اكون شايفه انه في فرق بينه وبين اقرانه او اللي في سنه طبعا لازم الجا للدكتور. طب انا امتى اقدر انا كأم احكم على ابني ان هو عنده مشكله في التخاطب؟ من سن كام؟ من امتى؟ من ايه الافعال اللي هو يعملها؟ بس بيبان من قليل قوي. اول حاجه الطفل عنده 6 شهور ما بيعملش اي اصوات خالص، عارف الاصوات اللي هي بتاعه المناغيه اللي هي با 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 الحاجات اللي بنقعد نلعب بيها مع الاطفال. أيوة دي ايوه، 6 7 شهور بنتكلم في شهور 6 7 شهور الطفل مش بيطلع اصوات خالص. الطفل جه على 9 شهور بعمل له باي مثلا او بعمل له اي حركه او بلعب معاه مش بيبص لي، مش منتبه لي. الطفل عنده سنه ما طلعش ولا كلمه. الطفل عنده مثلا سنه ونص ما فيش، ما بينفذش حاجه زي هات حط دي، هات كوبايه مثلا، او بديله مثلا حاجتين مثلا كلب وقطه، هو عارف كلب وقطه، لو فين مثلا الكلب ما فيش ما بيعبرنيش. الطفل عنده سنتين بيقول كلمه واحده. ما بيعمل، ما فيش تواصل طبعا، يعني الوصال ده مش موجود خالص. دايما لما بحس ان هو اقل من اللي في سنه على طول يبقى عنده مشكله. وانس ان الام شكت ما تستناش بقى، بلاش بقى نسال الجيران ونسال الناس اللي هم اصلي اختي اصلي خالتي قالت لي لا ده انا كنت كده وانا صغيره، بس الموضوع عدى. كويس عدى معاكي، بس مش شرط يعدي مع ابنك. بالظبط كده.